الشام والشام عنوان ترابك يا شام بلدي 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 الشام واهل الشام عنوان ترابك يا شام بلدي بلدي شام المنهل زند المشعل شام المنهل زند المشعل عرب الماضي والمستقبل عرب الماضي والمستقبل شام المنهل زند المشعل شام المنهل زند المشعل عرب الماضي والمستقبل عرب الماضي والمستقبل شمس وثلجي سهري ومرجي نفش كرمال ترابك يا شام كرمال ترابك يا شام شام بوابة حراب حراب ما بيتسكر فيها باب شام بوابة حراب حراب وما بيتسكر فيها باب شام التاريخ اللي تسجل بطولك يا هالمستقبل شام الدنيا شام وجهك عربي ما بيتبدل شام التاريخ اللي تسجل مصدورك يا هالمستقبل شام الدنيا شام الأول وجهك عربي ما بيتبدل شمس وتلجي زهري ومرجي سيف جدودي ودمع خدودي كرمال ترابك يا شام يا شام يا شام يا شام يا شام يا صباح الخير لكل المشاهدين الإخبارية السورية صباح الصحة صباح الأرزاق وصباح النشاط لكل الناس يلي عم يتابعونا إن شاء الله يا رب يومكم يكون حامل معه كل شيء حلو بتتمنوه وتحققوا كل شيء عبالكم إنه يتحقق إن شاء الله هيك يا رب الأيام اللي جاية وكل الظروف تكون أحسن وأروع على كل الناس يسعد لي صباحكم ونهاركم حلو صباح الخير يا سمورة صباح الخير يا ليا كيفك اليوم أنا منيحة وأنتي؟ تمام الحمد لله كتير منيحة. منيحة أنا منيحة كتير ومبسوطة وأكيد متفائلة كل يوم الصباح في متفائلة ودائما مبتسمة مشان نعطي حتى للأشخاص اللي حوالينا طاقة إيجابية حلو الصباح الحلو يسعد صباحك عن جديد وصباح كل مين عم يتابعنا نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعادة والطاقة الإيجابية والصحة والسلامة مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والأخبار المنوعة أبقوا برفقتنا في حلقة مميزة بعد الفاصل خلينا نروح مع بعض ونتعرف على معلومات ممكن تفيدكم وممكن تكونوا بتعرفوها وممكن ما بتعرفوها خلينا نتعرف بالمعلومات التالية هل تعلم أن التفكير الزائد بالماضي سيجعل منك شخصية مكتئبة؟ أما التفكير الزائد في المستقبل سيجعلك شخصية متوترة لذلك يحث خبراء النفس على تجنب التفكير الزائد بكل أنواعه ويعتبرونه المسبب الرئيسي للتعاسة والحزن والاضطرابات النفسية على مستوى العالم هل تعلم أن تراكم المشاكل والمسؤوليات يؤدي بك إلى الوقوع في التفكير الزائد مما يغير شخصيتك كلياً من مرح إلى مكتئب؟ فإن الضغوطات والتفكير الزائد يغيران الإنسان بنيوياً ونفسياً من الأسباب الرئيسية التي تجعل الإنسان يصاب بالأرق دوماً هو اشتياقه لشخص ما في الحياة وعدم القدرة على التواصل معه حيث تنخفض لا إرادياً مادة كيميائية في الدماغ تسمى الدوبامين مسؤولة عن تنظيم مزاج الإنسان طوال اليوم
هل تعلم أن الانعزال عن البشر قد يكون ردة فعل طبيعية من النفس عندما يشعر الشخص بأن لا قيمة له عند الآخرين؟ فيشعر بالإحباط وينفرد بذاته حتى لو كان اجتماعياً بطبعه. هلا ليا حنحكي عن موضوع كثير شائع وهو جفاف العين. جفاف العين حالة شائعة تحدث عندما لا تكون الدموع قادرة على توفير ترطيب كافي للعين، فما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا الجفاف؟ وما هي المشاكل الناتجة عنه؟ أكيد معنا الدكتور باسل فاعوري اختصاص أمراض عين. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يا اهلا فيكم. صباح الخير دكتور باسل، يسعد صباحك. صباح الفل. يعني بالبدايه خلينا نتعرف شو يعني جفاف العين وشو هو اللي بيؤدي انه يصير جفاف العين. انا بالبدايه حابب بس اوضح معلومه بسيطه لحتى نفهم موضوع الجفاف. نعرف شو هو الدمع. الحقيقه هو طبقه رقيقه شفافه تغطي الوجه الامامي للعين، مؤلفة من ثلاث طبقات. يعني هي طبقه واحده لكن لها ثلاث مكونات، مكونه مخاطيه ومكونة مائية ومكونة زيتية. الدمع موجود قدام سطح العين حقيقة ليقوم بثلاث وظائف رئيسية. الوظيفة الأولى هي ترطيب سطح العين ويخلي حركة الأجفان سهلة أثناء الرفيف على سطح العين. الوظيفة الثانية هو بيعطي قرينة انكسار أو بيساعد على حدوث صفاء بالرؤية أكثر، لأنه هو الطبقة الأولى اللي بينكسر عليها الضوء لما بيدخل على العين، فلذلك هو الوظيفة مهمة بموضوع وضوح الرؤية. الوظيفة الثالثة بالنسبة للدمع هو الحماية. الدمع بيحوي على أنتي بوديز أو ليزوزومز، هدول لهم وظيفة بحماية سطح العين من الالتهابات أو الإنتانات بشكل عام. هذا الدمع اللي هو موجود قدام سطح العين بيفرز بمعدل طبيعي. قد نتفاجأ إذا عرفنا أنه الدمع بينفرز تقريبا بمعدل 2 لتر باليوم خلال 24 ساعة. هذا الدمع موجود بهي الكمية البسيطة قدام العين. أي عوامل بتؤدي لزيادة تبخر الدمع أو عدم إفراز الدمع بكمية كافية حيأثر على هاي الوظائف اللي ذكرناها بالنسبة للدمع. تمام دكتور، لكن خلينا نحكي أكثر ونتعرف أكثر على جفاف العين ونحكي عن الأسباب والأعراض. كيف الشخص بيعرف حاله أنه هو صار عنده جفاف عين ولازم يروح عند طبيب ليقدر يعالجه؟ أعراض جفاف العين يعني تقريبا شائعة وواضحة. أكثر عرض بيشعروا فيه المرضى هو حرقة بالعين مع إحساس وخز أو وجود شيء مثل الغبرة تحت الأجفان، بقلك حاسس في شيء مثل الرمل تحت جفوني. إحمرار العين وتشوش الرؤية كمان من الأعراض الشائعة اللي بنشوفها بحالات جفاف العين. الحقيقة مرض جفاف العين ما كنا نشوفه زمان بتواتر عالي، كان قليل، تقريبا 10% من المرضى اللي بيراجعونا بيشكوا من أعراض جفاف العين، وكانوا هنن فئة المرضى الكبار بالعمر أو اللي بيتناولوا بعض الأدوية الخاصة يلي بتأثر على إفراز الدمع أو اللي عندهم بعض الأمراض الجهازية اللي بتسبب اضطراب نقص الدمع. لكن حاليا ازداد تواتر هذا المرض بشكل ملحوظ، وهذا شيء عالميا بشكل واضح انه صار في شكوى من جفاف العين عند فئات العمريه الاصغر حتى الاطفال، والسبب مثل ما كلياتنا بنعرف هو استخدام الاجهزه اللوحيه او شاشات الكمبيوتر لفترات طويله اثرت على حقيقه نوعيه الدمع وعلى حاله رطوبه العينين وسببت لنا جفاف بالعين، فصرنا نشوف الاعراض بشكل اكثر من قبل بكثير عند مرضانا. تقريبا 4 من كل 10 مرضى أو 3 من كل 10 مرضى بيراجعونا بعياداتنا عندهم أعراض جفاف بالعين. نعم دكتور، يعني نرجع منذكر أنه مو بس الكبار بالعمر وحتى صار ينتشر بفئات عمرية صغيرة نتيجة استخدام الموبايل والشاشة، يمكن شاشة اللابتوب، ولكن احنا بما أنه عملنا يمكن بيتطلب صار استخدام الشاشات الذكية، كيف فينا نحن نحمي حالنا أنه ما نتعرض؟ شو هي المسافة الصحيحة لحتى ما يصير عندنا جفاف؟ وأيمت فينا نحن نستخدم ممكن قطرة مرطبة للعين لحتى مثل ما بيقولوا نغسلها للعين ونحميها من الجفاف؟ الأجهزة اللوحية مثل ما تفضلتي حضرتك صارت يعني جزء من حياتنا اليومية، وكل واحد فينا عنده جهاز الموبايل او السمارت فون او بحكم عمله عم بيقعد خلف اجهزه الكمبيوتر والشاشات والسكرينز.
المشكله وين بتكون؟ المشكله انه لما بنقعد فترات طويله وراء هاي الاجهزه هون بتصير مشكله جفاف العين. الفترات الطويله لما بنقعد بنركز بالاجهزه اللوحيه الشيء اللي بصير انه معدل رفيف الاجفان بصير اقل من الطبيعي. يعني عاده العين بترف كل 4 أو 5 ثواني مره، لما بنقعد بنركز بهي الاجهزه بصير معدل رفيف الاجفان كل 20 ثانيه يمكن او كل 15 ثانيه مره. هذا الشيء اللي حيسبب لنا جفاف العين. فنحن كيف يعني بدنا ما فرق البعد والقرب؟ البعد ما كثير حيفرق بالموضوع، البعد الاجهزه منا او تقريبا له علاقه بموضوع المطابقه والبريسبايوبيا او مد البصر وهالامور هي. لكن بالنسبه للجفاف اي حاله تركيز بالنظر لفترات طويلة على هي الأجهزة حيسبب لنا جفاف. تمام. الحقيقة نحن هون بننصح المرضى ببعض النصائح العامة، أنه أنت حاول تذكر نفسك أنك ترف بعيونك. يمكن هي الشغلة صعبة لأنه نحن متعودين أنه حركة رفيف الأجفان حركة لا إرادية، نحن ما مسيطر عليها أو مننسى نذكر أنفسنا أنه نغمض عيننا أو نفتح عيننا أثناء الشغل. فلذلك بنذكر المريض انه هو ما يستمر فترات طويله وراء هي الاجهزه، انه انت اكثر من 40 دقيقه ما تقعد بشكل متواصل خلف الاجهزه اللوحيه لانه حيصير في عندك اعراض سواء جفاف او اعراض اجهاد وتعب بالعينتين. فهي ناحيه ممكن نحن ناكد عليها. بعض الشاشات الواقيه اللي بنحطها قدام الاجهزه بتساعد على تخفيف سطوع الاشعه او الاشعه الزرقاء اللي ممكن تكون ضاره اكثر بهذا المجال على سطح العين. استخدام الأطرات مثل ما ذكرتي حضرتك صارت كمان جزء من المعالجة. الأطرات المرطبة للعين صارت شائعة جدا ولها عدة أنواع. كمان مثل ما قلنا ببداية حديثنا الدمع له عدة طبقات، فعنا طبقة مائية وعنا طبقة زيتية وعنا طبقة مخاطية. حسب الطبقة المتضررة من هاي الطبقات نحن بنوصف علاج للمريض. يعني لازم يكون الموضوع مانو عشوائي حقيقة أنه أي قطرة بيمشي الحال، لا، نحن لازم نفحص المريض نشوف شو الطبقة من طبقات الدمع المتأثرة عنده، إذا في أي مرض تاني أو إشكالية تانية هي عم بتزيد أو تفاقم من هالمرض عنده لحتى نعالج الموضوع كله مع بعضه. والأطرات مثل ما قلنا استخدامها سهل وبسيط، خاصة حاليا صارت قسم كبير من هاي الأطرات موجودة بدون مواد حافظة، يعني هي أطرات فريش وبتريح العين وبتعطيها رطوبة وبتساعد الإنسان على أنه يتجاوز هاي الأعراض الموجودة عنده. أكيد دكتور، خلينا نحكي عن العلاجات المنزلية الموجودة لعلاج جفاف العين. بيقولوا مثلا إذا حطينا خيار أو حطينا بابونج أو حتى حليب أنه منغليه بعدين منبرده منحطه بقطنا منحطه على العيون كمان بيساعد بجفاف العين وكثير من الأشياء الثانية. خلينا نعرف شو اللي هو اللي صح وشو هو الغلط. يعني بنسمع كثير عن توصيات من هذا النوع. تمام. ما بقدر انا اجزم فيها كلياتها، لكن بحاول احكي على الشيء المثبت او اللي فعلا نحن بنلاحظ له اثار ايجابيه بما يتعلق بجفاف العين. هلا خليني احكي على الكمادات الدافئه. تمام. الكمادات الدافئه هي بتساعد كثير على هذا الموضوع، خاصه عند الاشخاص اللي عندهم اضطراب بافراز الغدد الدهنيه الموجوده بالاجفان. الاجفان فيها تقريبا كل جفن 20 لـ 22 غده بتفرز الطبقة الزيتية الخارجية من الدمع. هاي الأجفان بظروف معينة سواء الاضطرابات هرمونية، تناول بعض الأدوية، بفصول السنة أحيانا تغير فصول السنة بصير في عنا التهاب بهاي الأجفان، التهاب حواف أجفان خلفي، التهاب بغدد ميبومياس بيأثر على هاي الطبقة الزيتية وبصير في عنا سوء نوعية الدمع الموجود قدام العين. الحقيقة الكمادات الدافية بتساعدنا على أنه نريح هاي الغدد الدهنية الموجودة بالأجفان ونحسن من إفرازها، فلذلك ممكن تكون مساعدة بهذا الموضوع. تمام. الكمادات ممكن تطبق بأي طريقة مناسبة، البعض بياخد أكياس الشاي وهي دافئة بحطها على عيونه، البعض بيقطر الشاي مغلي طبعا بدون سكر ممكن يقطره بقلب عينه. الشاي المغلي حقيقة ممكن يكون له دور ايجابي بالموضوع، مو بس مشان جفاف العين، اما حتى بالحالات الارجيه والتحسسيه لانه في زيوت عطريه بتساعد على تخليص العين من اي مؤرجات ممكن تكون مترسبه على ملتحمه العين. من العلاجات الثانيه اللي ممكن تكون مفيده الغسيل المتكرر مرتين او ثلاثه عند هؤلاء الاشخاص بالماء والصابون. طبعا. وحتى نتجنب انه يصير في عنا تخريش للعين بماده الصابون اذا دخلت لقلب العين ممكن نستخدم بيبي شامبو مثلا يلي ما يكون مخرش للعين لننظف الرموش وحواف الأجفان، لأنه أحيانا بنشوف في عنا قشور بيضاء ناعمة موجودة على الرموش ناجمة عن هاي الحالة اللي بنسميها التهاب حواف الأجفان واللي هي أيضا مؤثرة على طبقة الدمع عنا. الغسيل المتكرر مرتين أو ثلاثة بماء دافئ باستخدام هاي الأنواع من الشامبويات ممكن تكون مريحة لنا.
حقيقة في علاجات تانية مانا علاجات منزلية، لكن علاجات تطبق بالعيادات العينية لبعض الحالات اللي بتكون أصعب شوي. يعني لما تكون الأطراد غير كافية لأنه نسيطر على جفاف العين، ممكن نحط سدادات دمعية من الكولاجين بالنقاط الدمعية لتخفف من تصريف الدمع، يعني لنحبس الدمع أطول فترة ممكنة، تقريبا 2 ل 3 ملم طولها، بتنحقن بمجرى الدمع من النقطة الدمعية بالجفن العلوي والسفلي. هي السدادات الكولاجينية منها مؤقتة ومنها دائمة. المؤقتة بتقعد 6 أسابيع والدائمة بتضل موجودة ومنشيلها بأي وقت من الأوقات، شغلتها سهلة جدا وتجرى بالعيادة وبسيطة. هي السدادات الدمعية مثل ما قلنا الدمع بينفرز من الغدة الدمعية، بينفرش على سطح العين وبيتصرف من النقاط الدمعية للأنف. لما بنسد النقاط الدمعية بنحبس الدمع بالعين، بنحافظ على كمية أكبر من الدمع على سطح العين، وبالتالي بنخفف احتياجنا للقطرات أو للعلاجات الإضافية. نوع آخر من العلاجات الحديثة اللي حاليا مطبقة هو العلاج بالموجات الحرارية. كنا من شوي عم نحكي عن الكمادات الدافئة، بنفس المبدأ بتطبيق موجات ليزرية بترفع حرارة الغدد هي الموجودة بالأجفان وبتحسن من وظيفتها. من بضعة سنوات بلش تطبيق هي النوع من المعالجة لبعض الحالات، مو لكل الحالات من الجفاف، إنما الحالات فعلا مرتبطة بعسر وظيفة أو بديسك فانكشن الموجود بالغدد الزهمية أو الدهنية اللي سميناهم غدد ميبومياس الموجودة بالأجفان. كمان بتعطينا نتيجة جيدة، لكن قد يحتاج المريض أكثر من جلسة ليوصل لنتيجة فعالة بعلاج هاي الحالات. دكتور، نحن مثل ما بنعرف الدمع هو مدافع عن العين، المدافع الأول عن العين، يعني أي غبار أو أي مادة غريبة، جسم غريب دخل إلى العين بنشوف عم تدمع العين لحتى تدافع وتطلع هذا الميكروب أو الجراثيم. ولكن خليني أحكي من ناحية التجميلية، كثير من الصبايا بيحطوا عدسات، هاي العدسات احيانا بيكون فيها مي وهي المي يمكن تنشف وفي صبايا بيناموا فيهم الى اخره. وايضا خليني احكي عن الاطراد، كثير مثلا نحن كلنا بنستخدم الاطراد اللي بتصفي بياض العين، خلينا نحكي هدول ممكن يسببوا جفاف، شو ضررهم للعين؟ القصص التجميليه يلي هي تجاريه اكثر ما هي دوائيه للعين، يمكن هي بتعالج مؤقت وليس بشكل دائم، هل هو ضار؟ هل هو بيسبب جفاف؟ كثير شكرك على هذا السؤال، لأنه كثير نحن بنتعرض لهذا السؤال من مرضانا أو من الحالات اللي بنشوفها بعياداتنا. باستخدام العدسات اللاصقة، العدسات اللاصقة يعني كمان صناعتها تطورت مع الوقت. حاليا أصبحت نوعية المواد الماتيريال اللي عم تتصنع منها العدسات اللاصقة يعني حنونة أكثر على سطح العين، لطيفة أكثر على سطح العين، لأنها صارت يعني مشبعة بالماء أكثر، بمعنى أنه ما بتعيق وصول الماء والأكسجين لقرنية العين. لكن مع هذا الشيء أحيانا قد يكون بعض أنواع العدسات غير جيدة، مصنعة بطريقة غير مناسبة، وبالتالي تسبب لنا ضرر على سطح العين. كل العدسات اللاصقة سواء كانت الطبية أو التجميلية الملونة دائما نوصي مرضانا أنه ما يحطوها بشكل دائم. كم ساعة لازم اليوم؟ يعني دائما أوقات النوم على الأقل لازم نشيل هاي العدسات. تمام، وإمتى لازم يتغيروا؟ في منهم حسب نوعيتهم، في منهم يوميات كل يوم لازم يتغيروا، في منهم أسبوعيات، في منهم شهريات، هدول يعني عادة هيك متواجدين. أنا شخصيا بنصح أنه اليومية، لسبب أنه اليومية نحن ما بنرجع منعقمها وبنرجع منحطها بالعين مرة تانية، نحن منحطها الصبح المساء ونتخلص منها، تاني يوم منحط واحدة تانية. قد تكون الكلفة أعلى من العدسات التانية، لكن هي حقيقة أأمن وأسلم لسطح العين. بعض الأشخاص هن بالأساس ما عندهم تحمل للعدسات، هدول لا يجبروا أنفسهم أن يحطوا عدسات لأنهم حيعانوا أكثر. هدول الأشخاص اللي هن بالأساس عندهم بعض حالات الحساسية، يلي عندهم كمان مثل ما قلنا اضطرابات بحواف الأجفان، المادة الزيتية اللي عم تنفرز من العين ما أنا طبيعية فيها مشكلة. بعض الأشخاص اللي تعرضوا سابقا لبعض العمليات، يعني بيجونا مرضى بيعملوا عمليات الليزك مثلا، انه بيقولوا لنا دكتور نحن بدي احط عدسه لاصقه. نحن بنعرف انه عاده بعد عمليات الليزك بصير في عنا جفاف على العين، فبنوصي المريض انه يستخدم الاطراد المرطبه او الدموع الصناعيه لفتره احيانا بتستمر لستة اشهر. فخلال الفتره الاولى بعد هاي العمليات لا يستعجل المريض او المريضه وانها تستخدم العدسات اللاصقه الملونه بهي الحاله، حتكون اكيد لانه حتكون العين بالاساس هي فيها مشكله نقص دمع. فنحن بنكون عم نفاقم سبب فوق سبب ثاني، فالوعي بهذا الموضوع ضروري. بالنسبة للعناية إذا الشخص عنده عدسات متعددة الاستخدام، يعني عم بيعقمها وعم يستخدمها،
سائل التعقيم استخدم مرة واحدة، يعني نحن بنحط العدسات بالبوكس تبعهم، بنحط سائل التعقيم، بالمرة الثانية لازم نغير السائل، ما نخلي السائل أكثر من يوم أو يومين، أو والله ليتغير لونه أو يشوف صار شوائب عليه، لأنه جراثيم أنت ما حتشوفها. الصبايا بيلاقوه ما في مي، ما في خلص. سائل معقم بقلب البوكس، فبيحطوا مي. لا حتى مو مي مقطره، مي عاديه. لا نحن بدنا نكون حذرين بهذا الموضوع. العدسه هي حتكون ملاصقه لسطح القرنيه، قرنيه العين جزء كتير حساس، هو الجزء الشفاف من العين، يعني هو شباك العين، يعني هو الجزء اللي من خلاله حتدخل كل الاشعه الضوئيه للعين، وهو جزء غني كتير بالاعصاب. اي عدم ارتياح او اي مشكله بسطح العين على قرنيه العين حيكون سبب لازعاج المريض وعدم تحمله. نحن لما بنحط عدسه لاصقه وبنحس انه في مشكله وانه ما مرتاحين وبنضل لابسين العدسه اللاصقه يعني باصرار، هون نحن حقيقه بنكون احيانا عم نسبب مشكله خطيره، لانه قد تكون هي العدسه شائزه او فيها شيء مترسب على سطح الخلفي عم يعمل احتكاك مع سطح القرنيه، عم بيسبب تقرح. هذا التقرح نتيجه وجود العدسه اللاصقه، احيانا نقص الاكسجين الموجود بهالمنطقه بحرض نمو جراثيم معينه، قد يؤدي الى قرحه قرنيه وخراج قرنيه وشيء خطير مهدد للرؤيه. فاللي المريض قد يمكن ما شاف كل شيء، لكن نحن كاطباء شفنا كثير حالات وصلت لحاله مهدده للرؤيه بسبب الاستخدام الخاطئ للعدسات اللاصقه، خاصه انه نوعيه الجراثيم حقيقه تانية اللي بتسبب قرحات مع استخدام العدسات اللاصقه هي جراثيم معنده، وعلاجها مو دائما بيكون علاج سهل. فالحذر والوقايه دائما افضل من انه نوصل لمرحله انه صار عندنا مشكله ولازم نعالجها. وهذا الوعي كثير ضروري، في منهم بيلاقوا حتى في نقط على عدساتهم اللاصقه، ممكن تكون جراثيم، ممكن تكون فتور، ممكن تكون اي شيء ثاني، وبيحطوا العدسات وعينهم بتضلها تدمع وبيحطوها، بس بيتعرضوا اكيد لمشاكل خطيره. دكتور بالختام بدنا نصائح لكل حدا عم تابعنا اليوم للوقاية من جفاف العين، برأيك شو؟ هلأ النصيحة الأولى أنه الاستخدام المرشد للأجهزة اللوحية، كلياتنا من عمر الطفولة لعمر الكهولة عم نستخدم الأجهزة الإلكترونية والأجهزة اللوحية، ما رح نقدر نمنع الناس أنه ما تستخدموا هاي الأجهزة، صار جزء من حياتنا وجزء من أعمالنا عم نقضيه على هاي الأجهزة، لكن الاعتدال مثل ما قلنا لما بدنا نضطر نقعد وراء هاي الأجهزة لساعات طويلة نعمل فترات راحة، كل 40 دقيقة على الأقل لازم نرتاح 7 إلى 10 دقائق، والراحة يا أما تغميض العين أو نطلع على شيء بعيد عنا ونحاول نرطب سطح العين خلال هالفترة هاي. الأشخاص يلي طبيعة مهنون يعني موظفين بالبنك أو بالشركات أو ببعض الأماكن بيضلوا قاعدين وراء الشاشات اللوحية، ممكن يستخدموا القطرات المرطبة للعين بعد استشارة الطبيب ليختار لهم القطرة المناسبة لعيونهم. هاي القطرات ما في مشكلة من استخدامها حتى لو استخدمناها لفترة طويلة، لأنه هي ما فيها مواد ذات تأثير سلبي على العين، يعني ما فيها مواد تراكمها بالعين بيسبب مشاكل، فممكن نستخدمها بطريقة آمنة. تجنب الغبار، استخدام النظارة الشمسية بالشمس، كمان الأماكن المغلقة اللي بتكون فيها دخان، أراجيل أو مواد مخرشة ممكن تسبب لنا تخريش لسطح العين وأذية الطبقة الخارجية من العين وتفاقم لنا هاي الأعراض، كمان حاول نتجنبها قدر الإمكان. للأطراد دائما نستخدم الأطراد حسب إرشاد الطبيب، وحاليا مثل ما قلنا الأطراد الخالية من المواد الحافظة هي الأطراد الأكثر راحة للمريض. دائما في معاناة بالأطراد إنه هي يمكن ما بينتبهوا للمدة الزمنية أو للتاريخ الإنتاج والانتهاء تبعها، والقطرة بنعرف إنه هي انتهاء يعني استخدامها هو فوراً بيخلص لأنه ما بصير. أكيد القطرة يلي expired date تبعها خلص، انتهت مدة صلاحيتها، ما لازم نستخدمها. القطرات العادية بعد ما نفتحها عادة أسبوع لأسبوعين ما لازم نستخدمها أكثر من هيك، لكن في قطرات حالياً موجودة بأشكال صيدلانية خاصة بتخلينا نقدر نستخدم نفس القطرة لمدة شهر. مثل ما قلنا هي قطرات اسمها قطرات خالية من المواد الحافظة، لها عدة أشكال صيدلانية، ممكن تكون بشكل بوكس فيه أمبولات، كل يوم بنفتح أمبولة وبالتالي بتضل لمدة شهر، وفي منهم نفسها البطل بتكون مزودة بخزان خاص
بالتدريج بيفرز هاي المادة، وبالتالي بنقدر نستخدمها لمدة شهر ونحن مطمئنين انه ما فقدت فعاليتها او ما صارت ضارة هاي القطرة للعين. اكيد دكتور، شكرا لك، شكرا على معلوماتك القيمة، ونشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور. ويمكن امراض العين من الامراض المهملة جدا، يعني اذا ما وصلنا لمرحلة الماكس نحن ما بنروح عند دكتور العين، ولازم كثير ننتبه ونشيك على حالنا اقل شيء 6 شهور. اكيد، مشان هيك التوعية جزء اساسي من الثقافة لازم تكون تجاه هذا الموضوع. 100%. شكرا كثير لك دكتور، بعد سمعت كثير. اما هلا مشاهدينا فخلينا نروح الى شط طرطوس، وخلينا نروح مع الصياد معين حسن يلي كل يوم بيروح الصبح وبيستنى باب رزقه بالصيد على شط طرطوس. خلينا نروح ونتابع التفاصيل مع مراسلنا محمد حسن. نجي على البحر هون كل يوم الصبحيات شساعة، نتسلى ونصيد سمك، رزقه من رب العالمين. شو بيطلع معنا بناخذه كل يوم هيك شساعة، بريح فكره بالنظر على البحر وتسلية، تسلية أكثر ما هي. وفي عالم بتعيش من وراء الصيد، صيادين كثير بيعيشوا من وراء مهنة الصيد. أكيد يا ليا، نحن حناخد نحن نزرع الشجر لنزرع الأمل والحياة. قامت حملة تشجير في مدينة السلمية بزراعة 3000 شجرة حراجية على سفوح جبل عين الزرقاء في المدينة. التفاصيل مع محي الدين فهد. بعنوان نحن نزرع الشجرة لنزرع الأمل والحياة، قامت حملة تشجير من قبل الدفاع الوطني في مدينة السلمية ومديرية الزراعة بزراعة 3000 شجرة حراجية على سفوح جبل عين الزرقاء في المدينة. بمشاركة أهلية ومشاركة بالنسبة لهالموقع هذا من قبل مجموعات الدفاع الوطني بالسلمية واللجان الأهلية، هالحملات هاي هدفها هو إعادة الغطاء الأخضر لمواقعنا الحراجية ولغاباتنا وإعادتها لما كانت عليه. موقع عين الزرقاء من أهم مواقع الحراجية مدينة السلمية، مساحته حوالي 6500 هكتار. في بعض المواقع خالية من الأشجار، قامت مديرية الزراعة بدعم الغراس الحراجية ب 3000 غرسة حراجية متنوعة لتحريج هذا الموقع في هذا اليوم، لدعم التحريج في سوريا. طبعا هذه الفعالية هي تشجير منطقة جبل عين الزرقاء الموجودة بالسلمية، تكاتفت كل دوائر الدولة وكل الفعاليات بهذه المدينة من أجل إعادة الخضار هذا اللي دمره الإرهاب، مشان ترجع بلدنا مثل ما كانت وأحسن. تقوم عناصر وقيادة الدفاع الوطني بسلمية بالتعاون مع شباب الهزب مع مصلحة الزراعة بسلمية بالتشجير من مبدأ انه الجيش للبناء والإعمار وايضا للزراعة. وتعتبر هذه الحملة هي الاولى من نوعها، مستهدفة الاماكن الحراجية والتي تعتبر احد اهم الاماكن التي يلتجئ اليها المواطنون في فصل الربيع. للأخبارية السورية محي الدين فهد.
وخلينا ننتقل إلى فقرتنا التالية. أعلنت وزارة التربية مؤخرا عن دورات تقوية مجانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بالتعاون مع منظمة اليونسكو. لحتى نتعرف أكثر على تفاصيل ونتعرف على هاي الدورات ومين هن الطلاب يلي بحق لهم ينضموا وكيف ينضموا إلى الدورات المجانية، بصيرنا نرحب بالدكتور رامي الضلي مدير التعليم الأساسي. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك المشاهدين. اهلا وسهلا فيك، وايضا بدي رحب بالاستاذ جعفر النصر، صحيح. اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا مدير بكم. التعليم الثانوي. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. صباحكم يسعد. صباحكم واهلا وسهلا فيكم. بالبدايه خلينا نتعرف اكثر عن الدورات. امبارح اول يوم كان، لامتى مستمره هي الدورات؟ نعم، هذه الدورات بدأت يوم أمس للتلاميذ التعليم الأساسي الصف التاسع حصرا الشهادة، ولطلاب الثالث الثانوي الأدبي والعلمي بفرعيها العام. طبعا هذا التحضير كان فيه له تحضيرات مسبقة قبل ما بدينا بموضوع إعطاء الدروس التقوية المجانية للطلاب والتلاميذ. بدأنا في مرحلة إعداد المعلمين. ما الغاية من مرحلة إعداد المعلمين؟ راح نعطي لمحة سريعة عنها. طبعا الإعداد قسمناه إلى دفعتين. أول شيء الدفعة الأولى دربنا فيها مجموعة من زملائنا الموجهون الاختصاصيون، وهؤلاء الموجهين الاختصاصيين زملائنا انطلقوا إلى الميدان حتى يدربوا، أصبحوا هم مدربين، وانطلقوا من ثم إلى الميدان في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية قسمناها إلى شقين أيضا. تدريب أول شيء 1500 مدرس مجاز مختص، والمرحلة الثانية أيضا تدريب 1500 مجاز مختص من زملائنا المدرسين اللي هم في الميدان للاختصاصات اللي تدرس في الدورة هذه، هي دورة التقوية. طبعا الغاية من دورات الإعداد لزملائنا المدرسين الغاية بسيطة جدا، هي بدء تدريبهم على إعطاء الدروس بطريقة تكثيف المحتوى، تكثيف المنهاج. لماذا؟ لأنه هو عم يعطي المنهاج في يومين، الجمعة والسبت في دورات التقوية، وفي حين أن هذا المنهاج يحتاج إلى مدة زمنية طويلة إلى عام دراسي كامل، فأنت عم تختزل هذا المنهاج بمرحلة زمنية على طريقة دورة التقوية، وبالتالي أنت تحتاج إلى طريقة تتدرب فيها لإعطاء طريقة التعليم المتسارع وتكثيف المحتوى. ولذلك قمنا بتدريب زملائنا الموجهين الاختصاصيين في البداية، وأصبحوا مدربين، ودربوا من ثم زملائنا المعلمين والمدرسين اللي كانوا في الميدان، اللي انطلقوا يوم أمس ببدء دورات التقوية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي. أكيد خلينا نرجع نصبح الأستاذ جعفر. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يعني حكينا مع الدكتور رامي ممكن مجمل هاي الدورة والأفكار وكيف بدأت مبارح وكيف تم تأهيل الكوادر التدريسية، ولكن خلينا نفهم من حضرتك هاي الدورات المجانية مين بحق له من الطلاب أنه هو يشارك فيها، مين بحق له ينضم لها، وبالأرياف هل هناك تركيز على الأرياف بشأن التعليم والدورات المجانية؟ دورة انطلقت أمس، انطلقت 140 مركز على مستوى القطر موزع على المحافظات، أكثر المحافظات حلب وريف دمشق 16 مركز، وتخفض إلى مركزين فقط في ريف إدلب المحرر. في ريف إدلب المحرر مركزان، في خان شيخون وفي منطقة سنجار، هي المدارس الموجودة في هذين المكانين. بقية المحافظات بين الخمسة مراكز وخمسة عشر مركزا للطلاب النظاميين. تم استهداف المناطق الأكثر حاجة، مناطق الذين تهجر بسبب ما جرى من عمليات إرهابية للمناطق، المناطق التي هناك نقص في الكادر التدريسي. كان التركيز بالبلاغ الوزاري المناطق التي فيها فاقد تعليمي والمناطق الأكثر حاجة، وبالتالي هي موزعة في الأرياف وفي المدن، وتم التركيز على الأرياف أكثر، مع أن هناك معاناة أحسسنا بها أمس وهي التنقل بين الأرياف في يوم الجمعة، هناك إشكالية. طلاب النظاميين الموجودين في المراكز الذين يستطيعون الوصول إلى هذه المراكز كلهم يستطيعون الدخول إلى الدورة. يعني تم دعوة للدورات المجانية بأوقات من قبل، تم إبلاغ المدارس قبل الموعد بحوالي أسبوع. طلاب المدارس جميعا لديهم علم، وتم نشر الموضوع على صفحات المديريات التربية على وسائل التواصل مع اسماء المراكز وعناوينها.
خلينا هلا نحكي دكتور، هلا المواد اللي حيدرسوها المدرسين للطلاب، هل بدهم يكونوا من الاول من البدايه ولا بده يكون استكمال للمنهاج ولا فقط حل اسئله للطلاب؟ اشكرك. هي في الحقيقه تدريس لكامل المنهاج بطريقه متسارعه، وبنفس الوقت هي اعطاء لكامل الدروس لكن بتكثيف المحتوى. طبعا. وهي مفتوحه لكل طلاب المدارس العامه ودون استثناء لاي تلميذ طبعا. وهذه المواد راح اتحدث عن مواد التعليم الاساسي واترك المجال لزميلي لمواد التعليم الثانوي. مواد التعليم الاساسي ركزنا على المواد الاساسيه الخمسه، طبعا في مواد اخرى لكن ما تحتاج الى دوره تقويه، تركنا الموضوع فيها الى مراجعه عامه لزملائنا المدرسين الاختصاصيين في الميدان. دوره التقويه شملت المواد الخمسه الاساسيه اللي هي الرياضيات واللغه العربيه والعلوم العامه واللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه بالنسبه شهادة التعليم الأساسي. وأحب أن أنوه بأن هذه الدورة التي انطلقت الآن كما تفضل زميلي هي تركيز فيها كان وتوجيه من الوزارة وسيد الوزير برعاية كريمة تكون المناطق المحتاجة التي ما ساعدتنا أحيانا بوصول مدرس أحيانا في وقت بعد مضي أسبوع أو 10 أيام، فحتى نعوض هذا الفاقد التعليمي للتلاميذ. النقطة الثانية وهي نقطة هامة أيضا، انطلقت في بعض المجمعات والمدارس، الآن في عندنا بعد فترة راح تكون انطلاقة لدورة ثانية أيضا في بقية المجمعات الأخرى. تمام. يعني حتى نغطي نعطي شمولية أكثر، ولمن فاته الحظ ما قدر يلتحق يوم اليوم أو يوم أمس يستطيع أن يلتحق في الدورة الثانية. طيب كيف والمجمعات التي لم تشملها الآن إن شاء الله ستشملها في الدفعة الثانية. دكتور كيف الطالب فيه يسجل وقديش الدورة مدتها هي؟ طبعا الطالب مجرد ان يلتحق في المركز، اي مركز يرغب له وين مكانه قريب، مو شرط الا المركز يكون في مدرسته، ليس من الضروره ان يكون هذا المركز في نفس مدرسته، لا، باي مدرسه يرغب فيها، وين المدرسه اللي قريب فيها من بيته من سكنه يلتحق فيها. ما رغب للدورة الثانية في عنده مراكز أخرى يحب يلتحق فيها أيضا ما في مشكلة يلتحق بالمراكز الأخرى ربما تكون أقرب إلى سكنه. أما آلية التسجيل فهي بسيطة جدا، فقط يأخذ معه ورقة من المدرسة، ورقة ترشيح من المدرسة فقط، ما تحتاج أي شيء، لكن هي غير مأجورة وهي مجانية وشاملة لكل تلاميذ وطلاب مرحلة التعليم الأساسي أو البكالوريا الثانوي. ولا خليني قبل ما أنتقل للأستاذ جعفر ونحكي عن المواد يلي بتشمل الدورة بالمرحلة الثانوية، نحكي عن نقطة، هل هي الدورة هي إلزامية ولا لا؟ هي ليست إلزامية. طيب بس في كثير من الـ يعني في كثير من الأشخاص أو الموجودين بالأرياف هن بحاجة إلى هي الدورة، بحاجة للتقوية. نعم. نحن عم ناخذ هي الجانب بعين الاعتبار، انه عم نركز انه هدول الاشخاص لازم يخضعوا للدوره لحتى يوصلوا لمستوى زملائهم. في الحقيقة هي موزعة في مختلف المناطق، وبالتالي حاولنا أن نشمل أكبر قدر ممكن من الأرياف في تجمع بموقع متوسط لمدرسة ذات موقع متوسط، فليس من المعقول طبعا، هو العدد محدود للمراكز 140 مركز لدينا موزع في مختلف مناطق القطر، فليس من المعقول أن أضع مركز في طرف وأترك الأطراف الأخرى. نختار الموقع المتوسط اللي يكون فيه التجمع لمدرسة يستطيع أن يحضر إليها أبناء الريف القريب لهذه المدارس. أما إلزاميته فالطالب طبعا هو يشعر بنفسه أنه هو بحاجة بتقوية، ربما يلتحق بمادة، ربما بأكثر من مادة، وربما هنالك طلاب يقول أنا وضعي جيد ما أحتاج إلى أي نوع من التقوية، أفسح المجال لزميل آخر إلي، لطالب آخر أنه يلتحق بهذه الدورة. طيب دكتور الطالب اللي بده يلتحق بالدورتين، هي اول دوره وحابب الدوره الثانيه ولا ما بيحق له؟ لا، ما بيحق له، خلص. نعم. دوره واحده، دوره يختار. أوكي. يحب الدوره الاولى، يحب الدوره الثانيه، وربما ما يلتحق في طلاب، لا تفضل انه اخي انا في عندي دراستي، في عندي طريقه للدراسه والمراجعه، وفي طلاب هذه متروكه اختياريه وليست الزاميه. في طلاب بالمقابل بيقولوا لك كمان يوم الجمعه والسبت بدي اخذ دروس وادرس من هذا الجانب كمان. خليني اروح عند الاستاذ جعفر ونحكي ايضا بال مواد يلي بتشملها الدورة المجانية يعني ثانوي إلى المرحلة الثانوية، شو هي المواد والكوادر التدريسية
مين هن كانوا؟ نحن حكينا مع الدكتور رامي انه تم تهيئتهم لهي الدورات والمناطق القريبه منهم مشان ما يصير في تقصير من الكوادر التدريسيه. خلينا نحكي عن النقطه وعن تهيئه الكوادر، لانه المرحله الثانويه اكيد بتختلف عن المرحله الاعداديه. طبعا المرحله الثانويه لدينا الفرع العلمي والادبي للثانويه العامه، المواد هي المواد الرئيسية تقريبا كاملة في التعليم في الفرع العلمي، رياضيات، فيزياء، كيمياء، علوم طبيعية مع اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. في الفرع الأدبي إضافة إلى اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية التاريخ والفلسفة والجغرافيا، تقريبا المواد تقريبا تم استهدافها جميعا. الموجهون الاختصاصيون الذين دربوا في الدورات للزملاء الذي يتحدث عنهم الدكتور رامي اختاروا المدرسين الأكفأ في كل منطقة، مدرسين الذين يعطون الشهادات، مدرسين الذين لديهم خبرة، تجاوبهم وتعاملهم مع الطلاب مشهود لهم بالكفاءة وغير ذلك، تم اختيار الأكفاء في هذه المناطق. وطبعا من أبناء المنطقة كي لا يكون هناك تباعد أو عناء بالسفر. بالنسبة للطلاب، الطلاب لا يمكن أن نفتح مدرسة في كل قرية، عفوا مركز تدريب أو دورات في كل قرية، تم وضع مناطق متوسطة. الطالب دوامه خلال الأسبوع لا يمكن أن نقيم دورة تدريبية، حضرتك تفضلت أنه بدي داوم جمعة وسبت تماما، فكمان أنا لما بدي يطلع الطالب الساعة واحدة أو واحدة ونص من المدرسة وقال له تعال على الدورة كمان عملت إشكال. وبالتالي نحن في عندي إشكالين، كان الأول أنه الطالب لما بدي يطلع من المدرسة بدي يكون وضعه أكيد مو مهيئ أنه يتلقى دورات وعنده وظائف وعنده أعمال واجبات يقوم فيها. الأمر الثاني المدرس إذا بدي أعمل دورة كمان، مدرس كمان تعب خلال النهار أخذ عدد ساعات ممكن 6 حصص درسية، يفوت كمان على الدورة كمان بده يكون عطاؤه قليل. وبالتالي نحن فضلنا تكون يوم الجمعة والسبت، حيث أنه المدرس عنده حصتين أو 3 حصص بالحد الأقصى يوم الجمعة ويوم السبت فقط لا غير. طب استاذ بما انه امبارح بلشنا كيف لقيتوا القبول؟ يعني بالصفوف العاديه عم نلاقي في 30 وما فوق ال 30 طالب بالايام العاديه، بايام الدورات امبارح كيف لقينا الاعداد؟ وهل في اعداد فوق الاستطاعه؟ لا، تم تحديد المدارس، تم تحديد الطاقه لكل مركز. أوكي. مراكز قلنا 140 مركز فيها 700 قاعه صفيه، القاعه الصفيه تم التوجيه بكتاب رسمي عدد الطلاب في القاعة بين 30 إلى 37 39 طالب فقط. تمام. إنه الحد الأقصى 39. الأمس كان هناك إقبال جيد باستثناء بعض المناطق، محافظة الحسكة نعرف ما يجري فيها ومن منع لما يسمى قسد من دخول الطلاب، وبالتالي كان عدد الطلاب قليلا جدا على سبيل المثال. تمام. بينما بقية المحافظات كان الإقبال جيد ونسب كانت جيدة، ولدينا الإحصائيات تمت موافاتنا فيها مع انتهاء الدوام عند الساعة الواحدة بعد حوالي ساعة كانت لدينا إحصائيات، الإقبال كان جيدا. أكيد. دكتور خلينا نرجع، كيف عم يتم التنسيق بين الشهادتين؟ يعني كيف عم يتم التنسيق من حيث الحصص وحضور الطلاب وهي الأشياء كلها؟ في الحقيقة المراكز هي من تقوم بهذا التنسيق، تخصص حسب إقبال الطلاب. يعني إذا في عندنا مركز بحاجة إلى شعبة صفية للثالث الثانوي العلمي وشعبة صفية للثالث الثانوي الأدبي، في عنده شعب صفية أخرى راح تكون للصف التاسع ربما شعبتين أو 3 حتى. طبعا عدد المراكز هي بلغت 140 مركز موزع في مختلف مناطق القطر وفي كل المحافظات دون استثناء، وبلغ أيضا عدد الالتحاق الأول في نهاية الساعة الواحدة من يوم الجمعة يوم أمس 35,750 طالب استفادوا من الدورة والتحقوا فيها. طبعا زملائنا المدرسين اللي تم اختيارهم مثل ما تفضل الأستاذ جعفر قبل قليل هم من خيرة المدرسين، لكن أنا أحب أنوه لنقطة، شو الغاية من هذه الدورة أيضا؟ ما هي الغاية الأبعد في هذه الدورة؟ هي الغاية التقوية للطالب، وخاصة أن بعض الطلاب لديهم جانب يشعر أنه أحيانا أنا في هاي المدرسة، أنا في عندي مدرس مثلا في الريف، عندي مدرس بمركز البلدة مثلا إمكانياته كانت جيدة وتمنيت لو التحقت عنده، عندي مدرس مثلا بمركز المدينة. هنا إحنا الفرصة بالتنسيق مع زملائنا في الثانوي ورعاية كلمة من السيد الوزير بأن نتيح الفرصة للطالب هو من يختار مركزه، وين تحب تلتحق بأي مركز ما عندي مشكلة، هون ما في عندك لا توزع جغرافي ولا غيره. وهذا الالتحاق
هو من يختار إذن المدرس اللي يرغب إله. أحيانا يركز على مدرس رياضيات في مدرسة معينة هو يعرف أنه تماما عم يعطي بهذه المدرسة، وأحيانا يتوجه إلى مدرس عربي أو علوم إلى آخره، وبالتالي أتحنا هون الفرصة أمامه يأخذ هذا الدرس بأسلوب آخر بطريقة أخرى من مدرس آخر من زملائنا، حتى ما يبقى في عنده جانب أنه أخي أنا لو درست هون أو درست في هاي المدرسة، علما بأنه كل زملائنا المعلمين في الميدان هم متميزين في إعطائهم وقادة في ميدان العمل التربوي، لكن أحيانا تبقى هاجس لدى الطفل، هاجس لدى طالب الثالث الثانوي، فهنا احنا اتحنا الفرصة في هذا الموضوع. نعم أستاذ جعفر، خلينا نحكي مرحلة الثانوية هي مرحلة المراهقة، مرحلة الطيش عند بعض يعني نسبة منيحة من الشباب والصبايا خلينا نسميهم. اليوم من خلال الدورات رح يكون في سبر معلومات، رح يكون في يمكن مذاكرات، رح يكون في تمييز للطالب المتفوق اللي كان المتابع، يعني كلنا بعمر المراهقة منكم بحاجة للمدح، بحاجة لأنه نحن نتفوق ونظهر حالنا أنه نحن متفوقين، لحتى تكون مثال هاي الدورة لباقي الدورات وشي عامل تشجيعي لكتير طلاب هم بحاجة لشي معنوي ممكن بجانب الدراسي أيضا. طبعا الدورات هناك العمل كما في المدرسة تماما كما قال الدكتور رامي، تكثيف فقط للمنهاج، عليه تكثيف، تم تدريب المدرسين الذين سيعطون في الدورة كيف يكون تكثيف المنهاج، وحتى هناك فاتنا موضوع هناك ايضا محور في الدورات تعلم عن بعد كي يتعاملوا مع الطلاب في التعلم عن بعد من اجل اي طريق اخر كما مر في العام الماضي. الطلاب خلال هذه الدورة تكثيف المنهاج هناك اختبارات كتابية وشفوية دائمة، وتم توزيع نماذج قبل بدء الامتحان ووصلت وتم طباعتها وتوزيعها على الزملاء في المركز. اختبارات قبلية اولا لكل مادة في بداية أي مادة، مثلا اليوم سنبدأ باللغة العربية الجلسة الأولى، اختبار قبلي لنقيس مستوى هذا الطالب أو التلميذ في الصف التاسع، وبعد ذلك خلال الدروس هناك اختبارات وتم توزيع النماذج التي ستكون الاختبارات عليها، وفي نهاية الدورة سيكون هناك اختبار نهائي وتقويم نهائي كي نستطيع معرفة ما تم إنجازه خلال هذه الدورة وما هي مستويات التي يمكن أن يكون قد حصلها الطالب من هذه الدورة. دكتور خلينا نحكي عن أهمية الدورة وبلخص بها التوقيت بالضبط. طبعا الهدف من نهاية هذه الدورة هي التقوية العامة للطلاب في منهاجهم اللي راح يختبروا فيه في الصيف هذا القادم إن شاء الله، وهذه التقوية الحقيقية تشمل جلسات، الجلسات في الدورة سوف تكون بعدد 144 جلسة تقوية لكل طالب، والهدف هي رفع المستوى لتحقيق النتائج الأفضل، وهدف ثاني قلنا لتعويض إن حدث عندنا فاقد تعليمي، يعني مثلا أحد زملائنا صار في عنده حالة صحية أو مرضية انقطاع يوم يومين أو غيرها، صار في عنده تأخر بأحد الدروس أو غيرها أو أحد الوحدات، فهون صار هذا التعويض والفاقد يعطى من خلال هذه الدورات، وبالتالي جلسات التقوية التي سوف تتم هي جلسات تساعد على رفع مستويات الطلاب وتساعد على تحقيقهم الدرجات الأعلى وكفاءة أفضل في الامتحان النهائي لشهادة التعليم الأساسي والثانوي. دكتور أنا سألتك اللي بيلتحق بهالدورة ما في يلتحق بالدورة المقبلة. نعم وأجبنا أنه لا ما بيحق له دورة واحدة بس فقط، ممكن مثلا في طلاب في أشخاص المناطق تبعهم ما بيقدروا يجوا، ممكن سجلوا هلأ بس لظروف معينة ما قدروا يكفوا بهاي الدورة، كمان هن ممنوعين ولا في شيء أنه خاص ممكن تعملوا لهم يا لهدول الطلاب يعني اللي عندهم مشكلة أو ظرف طارئ أنه ما قدروا يكفوا بهاي الدورة؟ لا في حال ما قدر يكفي ممكن نسمح له يكفي يعني بدورة ثانية ما في مشكلة. طبعا في تسجيل حضور للطلاب بشكل مفصل، وفي تسجيل ايضا لحضور ودوام زملائنا المعلمين، لانه في لها هي الدوره ماجوره قلنا بالتنسيق مع منظمه اليونسكو، وبالتالي هي ماجوره حتى لزملائنا المعلمين وحتى الاداريين المشرفين على الدوره مدير المركز او امين السير او غيرهم، لذلك لابد من تسجيل وتوثيق كل حالة حضور للطلاب وحتى للكادر الإداري والتدريسي. تماما نعم. يعني بالختام نحن بدنا نتمنى لجيلنا مستقبل واعد ومشرق، لأنه هن أكيد رح يرجعوا يعمروا ويبنوا سوريا بالعلم. أكيد نتشكر كل الجهود المبذولة إن كان من كوادر حضرتك دكتور رامي بالتعليم الأساسي وإن كان من كوادر حضرتك أستاذ جعفر، فريق واحد طبعا أكيد فريق
الفريق. نحن بدنا نتشكر كل الفرق يلي عم تشتغل، بدنا نتشكر المدرسين وبدنا نتشكر الطلاب والاهالي يلي عم يكون عندهم الوعي لانه كمان هن ينضموا لهيك دورات. شكرا كثير لجهودكم. تسمحي لي بس بكلمه بالنهايه، كمان بدنا نوجه الشكر لمنظمه اليونسكو القائمين عليها على الدوره والمبالغ اللي اندفعت ورصدت لهي الدوره. واكيد الشكر الموصول لكل من قام بإنجاز هذا العمل. أكيد أكيد نتشكركم، شكرا لوجودكم معنا، وأكيد بنتمنى كل التوفيق والنجاح لكل طلابنا. كما نشكر قناتنا الإخبارية السورية على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح الفكرة من جلسات التقوية المجانية اللي عم تقوم فيها وزارة التربية لأبنائنا الطلبة، والغاية منها والهدف منها وتوزعها في المحافظات. نشكر قناتكم المفضلة. أهلا نشكركم أهل البيت دكتور حضرتكم. أهلا وسهلا أستاذ جعفر، شكرا كثير لكم. ولهون يا ليام نكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، انطرونا بكره على الساعه 9 من هون لوقتها، تبقوا بالف خير والى اللقاء، ونهارك سعيد يا ليام. نهارك حلو يا سمر، وانا كمان بدي اتمنى لكم نهار يكون مثل ما بدكم واحلى. انتبهوا منيح على حالكم، الله معكم.